السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يمسيكم بالخير أخواني الكرام. سؤال يتكرر دائما عن كيفية الاغتسال بماء العائن أو أثر العائن. طبعا الطريقة شرحتها في حسابي في الانستغرام بالتفصيل، والآن أشرحها بطريقة ميسرة مبسطة بأمر الله تعالى. إذا أخذنا غسل العائن أو أثر العائن، وطبعا يكون في ماء، ونأخذ هذا الماء ونضعه في إناء، ثم يصب على المريض صبة واحدة من فوق الرأس، وبعدها بعد ما يصب الماء كامل يجفى الإناء على وجهه. يعني مثلا هذا الإناء يجفى الإناء على وجهه بعد ما الماء صبه كاملة. هذه هي الطريقة الصحيحة أخواني الكرام في غسل العائن. أما إذا أخذنا أثر وكان أثر كمية بسيطة، يضاف هذا الأثر إلى كمية ماء أكبر، وتطبق نفس الطريقة التي ذكرتها قبل، أنه يصب على رأس المريض صبة واحدة ثم يجفى الإناء. والله يحفظكم. تنبيه إخواني الكرام، إذا وضعنا الإناء أو جفينا نجفيه على الأرض، يعني يكون يعني مقلوب على الأرض نضعه بعد صب الماء صبة واحدة وكاملة على رأس المريض. المريض إذا كان فعلا هو العائن اللي العائن يعني الماء الغسل فعلا غسل العائن، سيجد المريض أثر مثلا خروج حرارة من جسمه، تعرق، يمكن سبحان الله يعني يشعر مثل الفتور في الجسم، يشعر ببرودة ما شاء الله تبارك الله، ويشعر تغير والنظر كأنه سبحانه وتعالى صحح النظر وهكذا.